الأحداث تبدو متشابهة تماما في مدينة تعز، يتجدد القصف بشكل يومي على أحيائها السكنية، الاختلاف فقط يكون في عدد الضحايا. لا يخلو مكان في المدينة من المعارك العنيفة والاشتباكات المستمرة. ميليشيا الحوثي والمخلوع ما تزال تمارس طقوسها اليومية في استهداف المدنيين أينما وكيفما كانوا، حيث استشهد مدنيان بينهما طفلة وأصيب 14 آخرون جراء قصف طال أحياء ثعبات والزهراء والدمغة وعصيفرة وقرى سكنية في الكشار ومشرعة وحدنان لتلحق أضرارا جسيمة بعدد من منازل المواطنين هناك. مواقع المقاومة الشعبية بدورها لم تسلم من استهداف ميليشيا الحوثي المخلوع، حيث قتل أحد أفرادها وأصيب 15 آخرون في قصف للميليشيا أعقبه هجمات عدة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من المدينة، منها مقر اللواء 35 مدرع الأكثر عرضة للهجوم منذ استعادته قبل أشهر من قبل الجيش والمقاومة. الجديد في المحافظة وعودة محافظها علي المعمري بعد جولة في مختلف مناطق محافظة تعز من جبهة الضباب وحيفان وجبل حبشي والمسراخ للاطلاع على سير العمليات والاستعدادات العسكرية. نحن لسنا دعاة قتل وقتال، نحن دعاة سلام، دعاة، لكن إن اعتقد الغازي أو الانقلابي أننا ونحن دعاة السلام يمكن أن يمرر علينا مشاريعه فهو واهم واهم واهم. يدرك الجميع في تعز خطورة عودة سيطرة ميليشيا الحوثي المخلوع على المدينة، وهو ما دفعهم للاحتشاد في كل الجبهات للدفاع عنها، والتي باتت بمثابة المكان الذي قدره أن يحدد مستقبل المعركة على الصعيد الوطني.